مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. رئيس الجمهورية يلتقي بجمعية طلاب الجيبوتيين في تونس. الإطلاق الرسمي للاستجابة الطارئة حول الجفاف. الهدوء يعود إلى العاصمة طرابلس. أهلا بكم. على هامش مشاركته في قمة كات الثامنة، التقى معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد جمعية الطلاب جيبوتي في تونس. وأجرى السيد عبد القادر كامل محمد محادثات مع طلاب جيبوتي في تونس طالت في المجالات الدراسية، ويقدر عدد طلاب جيبوتي في تونس نحو 200 طالب في مختلف الجامعات التونسية والتخصصات. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد للطلاب الدعم والمساندة المستمرة لرئيس الجمهورية لصالح الطلاب جيبوتي أينما كانوا. وتجدر إشارة إلى أن هذه الجمعية تعمل على تنمية وإدماج الطلاب الجيبوتيين في تونس، وتساعد في تطوير وترقية قدرات وكفاءة الطلاب والمتدربين الجيبوتيين خلال دراستهم الجامعية. أدى واستعرض الجانبان جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالدراسة. وفي مداخلة للسفير الجيبوتي في إثيوبيا، أشار إلى القمة الثامنة تأتي عقب ظروف خاصة بكوفيد 19، وقال أن جيبوتي شاركت في هذه القمة على رأس وفد رفيع يتقدمهم معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد. وقال إن القمة إن المؤتمر ناقش العديد من القضايا، خاصة ناقش ثلاثة مراحل أساسية وهي الأمن والاستقرار والحياة الاجتماعية في المنطقة قارة إفريقيا. وأشار إلى أن اليابان تساهم في جهود الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالاستقرار والأمن في المنطقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة السمراء. في إطار التضامن الاجتماعي، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو بالتعاون مع منسق الوكالات الأممية في جيبوتي وممثل برنامج الغذاء العالمي بالإطلاق الرسمي للاستجابة الطارئة للجفاف، وذلك في ناحية طرة التابعة لإقليم تجورا في شمال البلاد. وتأتي هذه المبادرة عقب نداء تضامن الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيلي بهدف التخفيف من آثار الصدمات المتعلقة بالجفاف والتسحر التي تشهدها البلاد. وأعرب شركاء التنمية عن التزامهم تجاه البلد من خلال تعبئة الموارد المالية في شكل تبرعات. هذا وقام البنك الدولي بمنح 30 مليون دولار أمريكي لتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، بينما قامت منظمة المتحدة من جانبها بتعبئة تمويل قدره 2 مليون دولار من خلال مركز الاستجابة للطوارئ. من جهة أخرى، وزع برنامج الغذاء العالمي من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات غذائية على أكثر من 8000 أسرة في كل من تجورا وعرتا وعلي السبيحة بهدف تغطية الاحتياجات الغذائية والأساسية للأسر الفقيرة والبسيطة. وتجر إشارة إلى أن البرنامج يهدف في الدرجة الأولى إلى تجديد قيم التكافل وتعزيز واقع التضامن وتفعيل العمل بقى الوصول لأكثر من 515,000 أسرة جيبوتية. وفي مداخلة لمنسق الوكالات الأممية في جيبوتي، أعرب في مستهلها عن سروره للمشاركة في هذا الحدث الحيوي الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة للجفاف والتسحر. إلى وقال إن الجفاف والتسحر قد يشكل تهديدا للشعوب المنطقة،
وأوضح أن الأمم المتحدة حشدت مواردها المادية والبشرية لمواجهة آفة التصحر والجفاف في القرن الإفريقي سيما في جيبوتي، وقال إن هناك حاجة لتسعير سريع في التحركات لإنقاذ الأرواح وتجنب المجاعة والموت، وتحاول وكالات الإغاثة الأممية تجنب تكرار مجاعة خاصة فيما يتعلق بالقرن الإفريقي. وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوف إسماعيل أبدو ألقت كلمة عبرت في مستهلها عن سرورها للمشاركة في هذه الحفلة، مقدمة الشكر والامتنان لأهالي ناحية طغرة. Je souhaitais d'abord dire que ma visite ici, c'était une visite que moi-même j'attendais depuis longtemps de venir à Dora, parce que c'est une région, une sous-préfecture qui tient beaucoup à cœur. أن أقول إن زيارتي هنا كانت زيارة كنت أنتظرها بنفسي لفترة طويلة قبل قدومي إلى هنا، لأنها منطقة قريبة جدا إلى قلب الحكومة وأيضا إلى رئيس الجمهورية. كان علينا أن نتواصل إلى إجراءات ملموسة، لم يكن علينا أن نأتي بوعود بل أفعل، وهذا هو سبب حشدنا خلال كل هذا الوقت لنقدم لكم مساعدات لازمة. وكان علينا أيضا حشد المانحين والمنظمات الأمم المتحدة وهم شركاؤنا، قدموا لنا كثير للتوصل إلى إجراءات الملموسة وإعلانها لكم. لقد حشدنا لنقدم لكم المساعدات اللازمة، وكان علينا أيضا حشد المانحين والمنظمات الأمم المتحدة للتوصل إلى إجراءات ملموسة وإعلانها لكم، كما بدأ النظام برنامج تضامن الأسر الوطنية، لأنه لشرف لك أن تستقبلني كما قلت، لكنه أيضا قبل كل شيء شرف لي كممثلة للحكومة وشرف الرئيس الجمهورية أن يرى الاستجابة الطارئة، حيث أول استجابة تضامنية من الرئيس الجمهورية قد بدأ. أردت أيضا أن أخبرك أن الرئيس الجمهورية منذ تعييني كان حقا حريصا جدا وعلى وجه التحديد. حتى الآن لقد جئت إلى هذه المنطقة وأيضا من جميع المحافظات الفرعية التي استفادت سابقا من البرنامج التضامن الأسري الوطني، وكانوا يريدون في أقرب الوقت. نحن نصل إلى 10 مليون دولار مخصص فقط للسكان الذين هم في أمس الحاجة إليها، وبالتالي فهي مخصصة لك، مجرد رقم يوضح لك مدى الأهمية التي نقدمها لك. لقد كنتم أكثر من 800 مستفيد من البرنامج التضامن الأسري الوطني، اليوم يبلغ عددكم 977 مستفيد، وقريبا إن شاء الله وبفضل الجهود المبذولة سنجعل العدد سكان ذرة يصل إلى 1000 مستفيد. أبرم رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي صباح اليوم مع بنك الأحمر للتجارة والصناعة مذكرة تفاهم لتمويل المنطقة الصناعية خاصة في ميناء ديمرجوك، وتسمح هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها إلى بناء رصيف لهذه المنطقة الصناعية والذي هو يتواجد في منطقة ديمرجوك. وفي مداخلة لنائب رئيس البنك أوضح فيها أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتسمح هذه الاتفاقية أيضا إلى إقامة تكامل اقتصادي إقليمي ناجح في هذا الجزء من العالم. ويسعى ميناء ديمرجوك نفذ القاسة إلى أن يكون منصة أساسية على هذا الموقع المطل على المحيط الهندي والبحر الأحمر، وهو أحد أهم المحاور الطرقية في منطقة القرن الإفريقي ومضيق باب المندب. ويسعى وتسعى سلطة الموانئ والمناطق الحرة من خلال هذه البرنامج إلى جعل جيبوتي بوابة في للقرن الإفريقي وإفريقيا ككل. من جهته أعرب رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي عن سروره لإبرام هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تعزيز وتطوير ميناء ديمرجوك للنفط والغاز،
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في المقام الأول في جهود السلطات الجيبوتية الرامية إلى تطوير وتنمية المواني والمناطق الحرة للبلاد لتكون بوابة أساسية للقرن الإفريقي خاصة وعامة لإفريقيا. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال الاجتماع التنسيقي والتشاوري لبلدية بلبلة في مقر البلدية بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان بلدية بلبلة. وترأس أعمال هذا الاجتماع التشاوري والتنسيقي عمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود محمد وبحضور النائب المحافظ في الدائرة الخامسة ورئيس البلدية بلبلة. وشارك أيضا في هذا الاجتماع إلى جانب المسؤولين المنتخبين المحليين وأعضاء مجالس الأحياء بالإضافة إلى ممثلين من المصلحة الوطنية للنظافة والمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي وقوات الأمن والدرك الوطني. وخلال الاجتماع ناقش الحضور جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها معالجة المياه والصرف الصحي وسبل الكفيلة لإعادة وتأهيل الطرق والشوارع بعد الأمطار القذرة التي شهدت البلاد ومكافحة المخدرات والجنح. ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى تحسين حياة المواطنين والظروف المعيشية لا سيما فيما يتعلق بتحسين الوجه الحضري للأحياء في البلدية. وفي كلمة مقتضبة سلط رئيس بلدية بلبلة الضوء على أهداف الاجتماع التنسيقي والتشاوري موضحا أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعادة تأهيل الطرق في بلدية بلبلة. وقال إننا اتفقنا مع المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي والمكتب الوطني للنظافة إلى العمل معا لإصلاح تسربات قنوات المياه في البلدية ومعالجة فيما يتعلق بالنفايات في البلدية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع إلى هذه الاجتماعات ستتواصل بشكل منتظم مع جميع الجهات المعنية لرصد الشكاوى والمشاكل التي تعاني منها بلدية بلبلة. بدوره أشار عمدة مدينة جيبوتي إلى أن هذا الاجتماع التنسيقي يهدف إلى تقريب الإدارة العامة والخدمات الاجتماعية إلى أهالي بلدية بلبلة. وقال وغطاف يأتي هذا الاجتماع التنسيقي طبقا لسياسة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة الهادفة إلى تقريب الخدمات للمواطنين. وأوضح قائلا أن على البلديات تعزيز جهودها المتعلقة بترقية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالنظافة ومياه الصرف الصحي، ومقدما الشكر والعرفان للمشاركين في هذه الجلسة التنسيقية على ما بذلوه لإنجاح هذا الاجتماع. امتدادا لجهودها الهادفة للحد من تهريب البضائع والسلع المختلفة، تمكن عناصر الجمارك اليوم في نقطة كيلو 51 من طبط كمية كبيرة من السجائر والأدوية ومستحضرات التجميل. وأسفرت العملية التي نفذها عناصر الجمارك بالتعاون مع الدرك الوطني في نقطة كيلو 20 عن توقيف طالعين في تهريب هذه الشحنة الهامة من السجائر والأدوية. وبحسب الإجراء المعمول به في مثل هذه الحالات تم نقل هذه الكمية تقدر نحو 200 كيلوغرام إلى مفرزة الجمارك والتي قامت بدورها بإتلافها على الفور. وتجر إشارة إلى أن التهريب الجمركي يشكل بجميع أشكاله خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه يقرق السوق المحلية بمنتجات لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقاييس، مما يعرض المستهلك الجيبوتي للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية التي تشكل معالجتها عبئا كبيرا على ميزانية الأسر والدول على حد سواء. وأكد الرئيس الجمارك في إقليم نقطة كيلو 20 و 21 أن عمليات المراقبة والتسدي لتهريب البضائع ستتواصل، موضحا أن التجارة غير مشروع بالسلع يمثل آفة تضر بالاقتصاد الوطني. تعد الحرف اليدوية أحد الركائز الأساسية للتنمية القطاع السياحي. والآن نتابع هذا التقرير. في قلب المدينة على بعد أمتار قليلة من حديقة العامة يوجد سوق قد لا يعرفه العديد، لكن له طوق خاص بعرض وبيع المنتجات الحرف اليدوية والتي تتميز بالجمال الأيادي المنتجات للسيدات الجيبوتيات. هنا نكتشف المنتجات الحرفية والإبداعات الجديدة
التي تعكس جميعها تنوع الثقافي في جيبوتي والحرف اليدوية المصنوعة من مختلف الجلود وأوراق النخيل التي أبرزت هؤلاء السيدات، وأيضا رواد الأعمال اللواتي ينتجن هذه الحرف اليدوية بشكل جميل وبألوان زاهية متنوعة تجذب المستهلك الجيبوتي وأيضا السائح. نبيع كما ترى مجموعة من الحقائب المصنوعة يدويا والأحذية المصنوعة من الجلدي وما إلى ذلك، وعلى الرغم من كل هذا الجهد هناك مشكلة في السوق، حيث أن العديد من الحرفيات مثلي يكافحن اليوم لبيع منتجاتهن لأن هناك نقص حاد في حركة الشراء. ليس بعيدا عن هذا المكان الرائع، لقد صدمنا لرؤية أعمال الحرف اليدوية التي انتجت بفضل منتجات جيبوتيات اللواتي أبهرنا ذور رواد الأعمال الشباب بإطلاق مشاريعهن وبالتالي إعطاء حقيقة لحلمهن. يبيع هؤلاء الشباب العديد من المنتجات النموذجية وحقائب المصنوعة من الجلدي متعددة الألوان وتلك المصنوعة من القرون والأحذية وما إلى ذلك. توجد هناك عدد أنواع من المنتجات الحرفية تتراوح من الأقراض غير المشهورة بالجلدي أو الفضي أو برونزي وإكسسوارات التقليدية التي تعكس ثقافة جيبوتي. ويذكر أن هؤلاء الشباب قرروا استثمار في هذا المجال ليس فقط من أجل العمل، بل أنه فن تتمتع به للحرفيين الجيبوتيين بإضافة إلى إعداد وترتيب وترويج المنتجات المحلية الجيبوتية من أجل وضعها على صعيد الدولي، إلى جانب الأعمال التجارية تعكس هذه المنتجات المعروضة روعة الثقافة والفن في جيبوتي. أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا بغداد إلى 23 قتيلا بعد مواجهات دامية. أكدت مصادر طبية عراقية سقوط 20 قتيلا في مواجهات المسلحة التي اندلعت داخل منطقة خضراء بالعاصمة بغداد، بعد إعلان زعيم التيار الصدر مقتدى صدر الاثنين اعتزال العمل السياسي. وأفادت مصادر للوسائل الإعلام عن وجود مفاوضات بين مسؤولين حكوميين وقادة في إطار تنسيق والتيار الصدري للتواصل إلى اتفاق يجنب البلاد انزلاقا نحو دوامة العنف. وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورا أمنيا وسياسيا متلاحقا، حيث أخرجت القوات الأمنية بقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي وساحات محيطة به، وفرضت خضر تجوال في جميع المحافظات. وقال رئيس تدرة الصدرية البرلماني المستقيل حسن عزراري في تغريدة على تويتر أن الصدر أعلن دخول في إضراب عن الدعام حتى يتوقف العنف والاستعمال السلاح. وأظهرت مقادير عفيدة واشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة داخل منطقة خضراء في تشهد العاصمة الليبية طرابلس هدوءا حذرا بعد ساعات من اشتباكات بأسلحة ثقيلة والمتوسطة. ليبيا طرابلس هدوء الحذر بعد ساعات من الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في مناطق بوسط طرابلس وضواحيها أدت إلى مقتل 23 شخصا من بينهم 18 مدنيا. وأعلنت وزارة الصحة الليبية بهذا العدد وإصابة 140 إجراء اشتباكات التي اندلعت بين القوات الحكومة الوحدة الوطنية وقوات التابعة لرئيس الحكومة المتلفة من المجلس النواب فضحي باشاقة. وقد شهد وسط العاصمة مواجهات مسلحة بين القوات جهاز الدعم الاستقرار وقوات ترتيبة 777 بقيادة هيئة تاجوري، على خلفية سيطرة جهاز الدعم الاستقرار على مقر التابع لكتيبة 92 من خارج وداخل. وأضاف الضبيبة في فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك خلال جولة تفقدية له في أحد شوارع طرابلس أن من يريد أن يحكم ليبيا بالسلاح والنار فهو يحلم. إلى هنا وصلنا نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، والآن حان أذان صلاة المغرب.